هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، أخوكم مسعود سماتي، مترشح ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لمجلس الشعب البلدي المقرر إن شاء الله اليوم 27 نوفمبر 2021. نحن هنا اليوم من أجل يعني أسباب اللي جعلتني يعني أتخذ هذا القرار للتقدم لهذه الانتخابات، وهو بكل بساطة الحالة التي آلت إليه بلدي سطيف. وما أدراك من بلدي سطيف؟ بلدي سطيف اليوم تشهد يعني تدهور يعني كبير فيما يخص الخدمات، وخاصة وأطر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، حالة الطرقات، حالة الإنارة العمومية، حالة المساحات الخضراء، حالة في بعض الأحيان المدارس. نقول باللي حان الوقت لاسترجاع هذه البلدية وإحداث القطيعة ما بين التسيير الماضي والتسيير اللي راح يكون إن شاء الله في المستقبل. أنا على كل حال مترشح في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويحمل هذا الحزب يعني في قائمته الانتخابية يعني المقررة إجراؤها يوم 27 كما قلت. يعني خليط، كاين كوكتيل يعني فيما يخص المترشحين، كاين ناس أهل يعني وعندهم مؤهلات كبيرة والحمد لله، في مجال الثقافة، في مجال الرياضة، في مجال التسيير، في كل مجالات تقريبا. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي عندنا رؤية مستقبلية حول تسيير هذه المؤسسة، يعني بقوة القانون هي مؤسسة دستورية محلية لا مركزية، وبالتالي راح نمنح يعني كل الوسائل ونوفر كل الوسائل من أجل إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم، يعني بكل بساطة شؤونهم. أما فيما يخص يعني شخصي، أنا عمل ديجا يعني وكان عندي عهدتين متتاليتين كنائب لرئيس بلدية من 2002 إلى 2012، حيث اكتسبت يعني تجربة والحمد لله ولله الحمد. وكذا أكثر من 10 سنوات وأنا مدير عام لمؤسسات معروفة عند العام الخاص، مؤسسة ليكوسات المختصة في تسيير وإدارة ومعالجة النفايات المنزلية وما شابه يعني بصفة عامة. هذا التجربة المتواضعة إن يعني منحتونا يعني ثقة تاعكم راح نثمنها وراح نوظفها من أجل خدمة المواطن ليس إلا. من جانب التسيير أقول وأؤكد لمواطنينا والكرام أننا عندنا برنامج ثري فيما يخص تهيئة العمران وتهيئة يعني كل المنشآت القاعدية على مستوى هذه البلدية الشاسعة. ونقول يعني ما بين قوسين، في بعض الأحيان عندما نتكلم على سطيف ونمر على بعض الشوارع يعني نلقى شارع مش باش الشارع واحد اخر، يعني نلقى سيتي، نلقى حي، يعني ما نتكلمش على الاحياء يعني السكنيه يعني الجماعيه، ولكن على وجه الخصوص السكنات يعني الفرديه ما نعرفش يعني واش من طابع عمراني مديناه لسطيف. وعلى هذا الاساس احنا راح يعني راح نعالج هذا الملف ونعالجه بقوه حتى نتمكن من اعطاء البلديه صورتها الحقيقيه والتي تستحقها. انا اظن لابد ارجاع الامور الى نصابها على اساس ان سطيف تستحق وتستحق الاكثر. لعطيتونا الصوت نتاعكم ان شاء الله راح تمكنونا بإنصاف هذه المدينة، مدينة 845، هذه المدينة المجاهدة التي عرفت رجال كبار الله يرحمهم من الشهداء ومن المجاهدين ومن خيرة هذا المجتمع اللي هم يعني رجال الغد اللي هما الشباب. أنا نقول من الناحية أيضا من ناحية رياضية ومن ناحية ثقافية عندنا برنامج تالي أيضا، نقولها وبكل بساطة أن برنامج عندما نتكلم على برنامج المعد فيما يخص الجانب الثقافي أو الرياضي، نقولها بكل بساطة البرنامج تاعنا على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي، نقول باللي البرنامج سيعد بإذن الله من طرف المختصين في الأمر، ونرجع لقيصر ما لقيصر. ما نقدرش، انا ما نفهمش في السياسه، ما نفهمش في الثقافه، ما نفهمش في الرياضه، ما عنديش، مانيش تقني في هذا الميدان. ونقول غدوه نتكلم مع الطبقه هذه تاع المثقفين والطبقه هذه تاع الرياضيين، ونقول لهم بلي هذا هو البرنامج اللي رايحين نعرضه عليكم وهذا هو اللي لازم ننفذوه. نقول بلي ما دام هي البلديه مؤسسه
محلية يعني بقوة القانون في المادة الأولى والمادة الثانية من قانون البلدية، حتى المادة 11 و12 تتكلم أن البلدية هي خلية الأم، وبالتالي فضاء يعني فضاء من خلاله يشارك المواطن في صنع قراره وفي صنع تسيير شأنه العام. نقول باللي راح نرجع الأمور إلى نصابها بإذن الله، لم نحتلنا ثقتكم، وبالتالي كل ما هو مختص في ميدان معين سنستعين به وسنثري البرنامج يعني معه، وبالتالي سنعد برنامج الذي سيخدم الثقافة بأتم معنى الكلمة. احنا رانا نشوف اليوم تقريب ولا نريد بناء سياستنا على الأطلال، ولكن عندنا برنامج طموح على أساس أن البلدية وبكل بساطة عرفت إفلاس على جميع الميادين، وبالتالي لابد من إنصاف هذه المدينة من الناحية التقنية ومن الناحية المعمارية ومن ناحية الثقافة ومن ناحية الرياضة إلى غير ذلك من الميادين. قد أتطرق إلى موضوع آخر وهو النظافة، وما أدراك ما النظافة. الصيف استحق أن يكون في المرتبة الأولى على مستوى المطن من خلال هذا الموضوع ليتمثل أساسا في النظافة. عندنا تقاليد في هذه البلدية، عندنا تقاليد مع المواطنين هذه البلدية. بلدي سطيف في وقت ما عرفت قفزة نوعية من حيث الأداء، مع الأسف اليوم الشيء اللي رانا نشاهدوه كاين بعض القطاعات حدث ولا حرج، رغم أن البلدية يعني تتوفر فيها كل إمكانات البشرية والمادية من أجل النهوض بهذا القطاع حتى يتسنى للمواطن، وهذا حقه، أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة. يعني قد أعطي مثال، ما ذنب التلميذ الذي يذهب إلى المدرسة ويمر على شارع أكرمكم الله فيه نفايات، يعني على 8 نتكلم على 8 نتكلم على 9 نتكلم على 10 تاع الصباح، ما ذنب هذا الطفل؟ ماذا نريد من هذا الطفل في المستقبل نتاعو عندما يكون رجل؟ ماذا نريد من النظافة؟ هل قمنا بنظافة الحي باش نخلق فيه ونغرس فيه ثقافة بيئية وتربية بيئية من حيث نظافة المحيط اللي راهو عايش فيه؟ نقول بالإمكانات إن شاء الله بربي تاع البلدية وإمكانات البشرية وإمكانات البلدية قد نصنع بإذن الله الفارق. أما من الجانب يعني الصحة، سنعمل يعني جادين بإذن الله من أجل مرافقة كل المصالح الخارجية للتقنية للبلدية، وأذكر على سبيل المثال مديرية الصحة العمومية فيما يخص إعادة الاعتبار في بعض المنشآت، وكذا محاربة بعض الأمراض المتنقلة عبر المياه، وكذا النظافة بصفة عامة اللي راح تخدم الصحة بضرورة. أما من الجانب الجمعيات، وهنا أؤكد يعني ونلتزم أمامكم أحبائي بأننا سنعمل من أجل يعني تدعيم ومرافقة كل الجمعيات الخيرية التي تسعى هي بدورها من أجل التقرب أكثر إلى المواطن وخدمة هذا المواطن وما أدراك من المواطن صيفي. أما فيما يخص تهيئة بعض المناطق الشبه الحضرية، وأذكر على سبيل المثال شوف القداد، عين الطريق، سفيها، عبيد علي، فرماتو، سنخصص أيضا وقتا ونخصص جهودا ونخصص مبالغ مالية معتبرة من أجل إعادة تأهيل هذه المناطق الشبه الحضرية من طرقات، من إنارة عمومية، ومن مساحات خضراء، ومن ملاعب جوارية. أقول أيضا أن في برنامجنا يعني مشروع، ومشروع هام وهام جدا، والهدف منه هو إشراك المواطن في صناعة القرار من خلال وضع مجلس استشاري يرافق المجلس البلدي فيما يخص
كل القطاعات، يعني القطاع الصناعة والقطاع التجارة وقطاع الرياضة وقطاع الثقافة وقطاع الهندسة المعمارية، يعني كل القطاعات راح تمثل بإذن الله في هذا المجلس الاستشاري، حتى يتسنى كما قلت آنفا بإشراك المواطن في صنع قرار فيما يخص تسيير الشأن العام، وكذا إعادة تفعيل دور لجان الأحياء على مستوى كل قطر البلدي من أجل استماع والتقرب لهم أكثر فيما يخص صنع القرار كما قلت. وقد أتصور أن أولوية حي ليس بالضرورة هي نفس الأولوية بحي آخر، وعلى هذا الأساس عندما نتقرب من مواطن راح نسمع منه أكثر ما هي الأولويات نتاعه، يعني ومن خلاله راح نصنع القرار فيما يخص إنجازات أو خدمات التي قد تصب أصلا في صالحه. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول لكم التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 27 نوفمبر 2021 بإذن الله من أجل التصويت على الجزائر، وسنحول هذا 27 اليوم 27 إلى عرس بإذن الله، سننتخب على الجزائر ثم على القائمة 001 اللي هي التجمع الوطني الديمقراطي. أقول في الأخير وفقنا الله وإياكم لما فيه خير للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.